هلا بعد ما حكينا على المفعول الكهروضوئي وصار وقت مفعول كومبتون، قبل ما بلش مفعول كومبتون في شغله صغيره بنوه عليها، هي انذكرت هيك يعني نذكر لك هاي الكلمه بفقره بلانك لما اكتشف الطبيعه الجسيميه، ذكر لك اياها هيك وتركها، وهي اصلا يعني ما رح تفهمها. هلا هذا الشيء اللي حكيته انا بشوي اللي شرحته لما انه الطاقه الكهروضوئيه او طاقه الاشعاع الكهروضوئيه مكمات، وقلت لك كيف انا عندي الكترون بيمتص الفوتون وبعد ما ياخذ طاقه الفوتون بيرجع بعد فتره بيعطيني فوتون بنفس الطاقه. ذكر لك انه هذا الشيء يعني هي الامتصاص والاصدار طبقه بلانك على الجسم الاسود، فطبيعي انت لما تقرا هي الجمله تستغرب شو هو الجسم الاسود، يعني اكيد رح تتساءل. هو الجسم الاسود مذكور له فقره خاصه بالفصل 6 اشعاع حراري، ولكن انت يعني لازم تفهم نوعا ما شيء عنه. فلهيك رح ارجع شوي لقبل كمان لما حكوا لي عن طيف الاشعاعات الكهروضوئيه، لما رتبت لك اياهم في تزايد الطاقه، تمام؟ قلت لك راديويه، مكرويه، تيرا هرتز، اي ار، الاشعه المرئيه او الاشعه الضوئيه المرئيه اللي هي من 700 ل 400 نانو، بعدين يوفي، بعدين سينيه، بعدين جاما. قلت لي انت احفظ الاطوال الموجيه، هو كل فصل هو يعني للحفظ هن، لكن انت كل فصل تحفظهم، يعني بكره بس توصل لفصل اليوفي رح اقول لك انه هو من 400 ل 10 نانومتر، بتحفظه كل فصل بفصله. هلا بكفي تحفظ انه الضوء المرئي من 700 ل 400 نانومتر. طيب قلت لك انا وقتها انه عند 700 نانو بيكون عندي اللون احمر، عند ال 400 نانو بيكون عندي اللون ازرق. قلت لك انه انا عندي كل اشعه كهروضوئية هويته هو الطول الموجي، هو اللي بيميز لي. طيب شو هو الجسم الاسود او هيك يعني شوي احكي لك عنه لحتى تفهم شو هو، يعني كمقدمة سريعة. أنا عندي هذا الجسم الأسود، تمام؟ مثلا هون عندي شيء أحمر، عندي محاين زرقاء، تمام؟ هلا هذا هي المادة أو هذا الحبر لونه أحمر، ليش يا ترى؟ لأنه هذا بيمتص كل الإشعاعات الكهروضوئية إلا اللون الأحمر، ما بيمتصه بيعكسه. نفس الشيء عندي اللون الأزرق، بيمتص كل الإشعاعات الكهروضوئية الا اللون الازرق اللي هو 400 نانو، بابي يمتصها بيعكسها فبين لونه ازرق. طيب الجسم الاسود شو كنت انا حاكي لك قبل شوي؟ انه الاسود انه انا اذا كان عندي شيء اسود ابيض يعني كل الاشعاعات، ازرق اشعاع طوله 400، احمر اشعاع طوله 700، طيب اسود ولا شيء، معناتها ببساطه انا الجسم الاسود ما بيعكس ولا شيء. اذا الجسم الاسود كتعريف بسيط له لحتى بس تفهم شو هو، هو جسم يمتص جميع الاشعاعات الكهروضوئيه ولا يعكس اي منها، لذلك يبدو اسود اللون، تمام؟ هي يعني ببساطه شديده حتى تفهم انت شو يعني جسم اسود. مثل ما قلت لك له فقره خاصه فيه بالفصل 6، تمام؟ هلا انا قبل ما ابلش مفعول كومبتون هيك رح اعمل اوفر فيو سريعه هيك مراجعه بكم دقيقه لحتى انا رتب لك يعني رتب لك انا شو حكيت او هلا نحن وين صرنا، يعني رتب لك المعلومات بمخك تعرف انت شو بدك تصير. بداية قررنا نحن بين الجسيم وبين بين الجسيمات وبين الامواج، حكيت لك كل واحد شو خصائصه، قلت لك اللي بيميز الجسيم هو التصادم، اللي بيميز الامواج هي التداخل والانعراج، حكينا شوي التداخل والانعراج. بعدين العلماء بلش كل واحد يعطي نظريته، اختلفوا العلماء هل هو الضوء جسيم او الضوء موجه. يانج فرينيل وماكسويل تجاربهم قالوا لك انه هو عباره عن موجه. نيوتن قال لك انه هو عباره عن جسيم لانه انعكس على المراه، انعكس يعني اصطدم. بعدين بالاخير اجى بلانك اعطاني فرضيه بلانك الكميه، قال لك انه هي كمات من الطاقه، كل فوتون عباره عن كم طاقه، وهو جسيمات ماديه، هو جسيمات ماديه لما يتفاعل مع الكترونات الماده وعلى طاقه الطاقه طاقه الكميه اللي هي اي تساوي شو؟ اتش بي اف. برافو عليه، قلنا لك انه القانون مهم. رجع بعدين اينشتاين، كان في مفعول كهروضوئي بحير العلماء، اينشتاين اعتمد على فرضيه بلانك لحتى يفسر لك ليش صار عندي المفعول الكهروضوئي. وبالاخير طلعوا بعد كل هذا الشيء، رجع اول شيء اينشتاين اعطاك نفس القانون لكميه الطاقه، واعطاك قانون ثاني قال لك بيتلائم مع المقادير الذريه، يعني شيء صغير اللي هو 12400 على لمضه، ولكن الاي بتكون بالالكترون فولت، اللمضه بتكون بالانجستروم، حكينا الانجستروم هو 10 12 10. بعدين بعد كل هذا الحكي قال لك يعني صار عندي نظريه اسمها نظريه الفوتونات او النظريه الجسيميه للاشعاع، يعني انا صار عندي خلاص اثبت عندي انه الاشعاع الكهروضوئي
هو عبارة عن جسيم عند تفاعله مع الكترونات المادة. طيب هلا نبلش نحكي عن مفعول كوانتوم. هدول العلماء خلاص يعني صار في عندي أنا نظرية يعني بالكون إنه نظرية اسمها نظرية الفوتونات، إنه الفوتونات يا شباب مو بس أمواج، هي عبارة عن جسيمات. تمام؟ فأجا كوانتوم. فيعني تحمسوا العلماء صاروا يعني صاروا بده يفوتوا ضمن هالمجال، بده يدرسوا يعني يبينوا شيء جديد ضمن هاي النظرية. فأجا كوانتوم كانت بوقتها مخترع جديد أشعة سينية، أشعة قوية، أشعة سينية طاقتها بعد طاقة الجاما فورا، أشعة الجاما. فالأشعة السينية لاحظ إنه لما يعني لما يبعث فوتون أشعة سينية على ذرة، فالفوتون عم ينتثر يعني بمعنى عم يرتد. ولاحظ إنه هذا الانتثار يعني أنا بعت موجة أشعة X على ذرة، عم هاي الذرة بعد ما يطلع منها عم يغير مساره. تمام؟ هي النواة عم يغير مساره الفوتون، وتغيير مساره أو انتثاره عم يرافقه انخفاض بالتواتر وارتفاع طول الموجة. فقال لك أنا معناتها الشعاع الساقط عم أسقطه طاقته أكبر من طاقة الشعاع المنتثر، فإذا أو الفوتون المنتثر. فإذا أنا عم يصير شيء عندي هون ضمن الذرة، أنا بعد ما بعت الفوتون على الذرة عم يصير عندي شيء. فبدي أكتشف شو هذا الشيء. فانطلق من قانون الاندفاع. هل بتسألني شو هو الاندفاع؟ كان اسمه البكالوريا كمية الحركة. شو كانت كمية الحركة؟ P تساوي MdV. هون اسمه اندفاع. قال لك الفوتون اللي أنا بعته أو الفوتون كمان المنتثر بطبيعة الحال له طاقة وله اندفاع. فالعلاقة اللي نحن كلنا بنعرفها بالاندفاع اللي هي الكتلة بالسرعة. عندي أنا هون فوتون، شو سرعته؟ سرعة الضوء. هاي الكتلة هي الكتلة الحركية. تمام؟ لا الفوتون. رح سميها العلاقة واحد. ماشي؟ هلا بنطلع علاقة ثانية. بي تساوي اي بي سي. هلا حط لك اياها بالكتاب، بدك تفهم انت من وين، رح اشرح لك من وين. يعني بس لحتى تعرف وين اجت. يعني ما انا البصمة ابدا. في عندك قانون تكافؤ الكتلة طاقة اللي حطه أينشتاين بالنسبية، ورح نمرر له كمان ضمن نفس الفصل. اللي هو اي تساوي ام بي سي مربع. تمام؟ هون الاي بالالكترون فول. تمام؟ إذا بتعود هون ام بي سي مربع، شو بيعطيك؟ ام بي سي مربع على سي. تروح هي مع هي بيعطيني ام بي سي. إذا القانون هذا من وين جبته أنا؟ من اي تساوي ام بي سي مربع. مشيت فيه للقانون. الاي شو هي؟ اتش بي اف. الاف شو هي؟ سي على لندا. عم عمل عوضت، رجعت هذا الاي اللي هي هي عوضتها هون، فطلع عندي اتش بي سي على لندا على سي. باختصار سي مع سي شو ضل عندي؟ بي تساوي اتش على لندا. هاي اثنين بالمساواة بين واحد واثنين. ام بي سي تساوي اتش على لندا، ومعناتها ام هي اتش على سي بلندا. سمالك ياها الكتلة الحركية للفوتون. تذكر اول فيديو لما كنت عم قارن لك قلت لك في له كتلة حركية للاشعاعات الكهربائية. ليك هاي علاقة. طيب انا لما انتثر الفوتون لاحظ انه عم يزداد طول الموجة، عم طول تواتره، فبده يطلع لي علاقة تحسب لي طول الموجة الجديد. فمن وين اعتمد هاي العلاقة؟ ليش قال لك الفوتون عم ينتثر؟ اعتمد فيه على نظرية الفوتونات انه عم يصطدم بالالكترونات. يعني اذا بدي اصور لك او بدي ارسم لك انا شو عم يصير عندي، عم يكون عندي ذرة هاي النواة تبعها هي الكترونات، عم وجه أشعة سينية، فوتون أشعة سينية. فشو عم يصير عندي؟ الفوتون يعني اذا بكبر لك اياه عم يصطدم هو مع الالكترون، فرح كبر لك اياه. هي الالكترون كبرته انا، عم يجي الفوتون بعد ما يصطدم فيه الالكترون عم يروح يعني عم يقتلع من الذره عم يطلع، وبنفس الوقت الفوتون انتثر او غير مساره عم يرافق فيه، عم يرافق فيه تغير المسار والانتثار ارتفاع طول الموجه. انتبه هون لازم تقارن لي انت بين المفعول الكهربائي ومفعول كوانتون. المفعول الكهربائي أنا لما كنت أبعث فوتون، تمام؟ كان الإلكترون لا بشرط إنه يكون طاقته تساوي طاقة أيون أو أكبر. فكان يمتص الإلكترون، كان يمتص الفوتون ويطلع برا الذرة، الفوتون خالص طاقته ممتصة. بينما هو شو عم يصير عندي؟ الإلكترون عم يمتص
طاقة الفوتون وعم يعني عم يطلع برا الذرة، ولكن عم يضل عندي انا الفوتون ولكن عم ينتثر عم يغير مساره. تمام؟ في عندي زاوية للانتثار بما انه انتثر الفوتون. طيب كان مساره للفوتون هيك الاساسي انتثر، اذا هي زاوية الانتثار ثيتا. طيب قلت لك بده يطلع علاقة هو يحسب لي فيها طول الموجة المنتثر الشعاع المنتثر. تمام؟ فبكل بساطة قال لك اعتمد على النظرية الجوسينية او نظرية الفوتونات حتى تفسر علاقاته. ما قال لك شيء، قال لك اعتمد كومبتون على قوانين انحفاظ الطاقة والاندفاع، فطلع معه العلاقة التالية. دغري حكى لك اياها، يعني ما فت لك لا استنتاجات ولا شيء، ففورا بتحفظ لي العلاقة. شو هي؟ الطول الموجي الجديد فتحة، يعني هذا هو طول الموجي الأساسي ها زائد عدد ثابت سمالية طول موجة كومبتون لحد لك ياسي هلبلك شو هو ضرب واحد ناقص كوساين زاوية الانتثار. تمام؟ قال لك بكل بساطة، يعني قال لك إنه طول موجة الفوتون المنتثر يتعلق بثيتا، أكيد يتعلق بثيتا لأنه هذا ثابت، هو طول موجة الشعاع الأساسي يعني قبل ما ينتثر، وهذا ثابت، هذا اسمه طول موجة كومبتون، واللي شو تساوي؟ مو وين رح تاخذها من هون؟ نزل ام لتحت، ام بي سي على اتش على ام بي سي طول موجة كومبتون. ولكن انتبه هي رح تبلك اياها بالاحمر، ام سي ام زيرو عفوا هي كتلة سكونية لمين؟ للالكترون. انتبه، فكلهم ثوابت عندي، الاتش ثابت ثابت بلانك، كتلة سكونية للالكترون معروف شو هي رقمها وكاتب لك اياها هلا بالمسألة، سي ثابت سرعة الضوء، معناته هاد ثابت وهاد ثابت، إذا أكيد أنا الطول الموجي بيعتمد يعني بشكل رئيسي على زاوية الانتثار. تمام؟ هلا يعني هو شافور اختصر عليك طريق، لما تعود كل الثوابت هون بيطلع معك تساوي 0.024 نانو. إذا شو طول موجة كومبتون بحفظ القانون هو H على M0 BC، شو قيمتها 0.024 نانومتر. هلا بيضل لك شغله صغيره، قال لك انه تحت انه فشلت الفيزياء التقليديه، طبيعي انه اسم الفصل عندنا هو المبادئ الحديثه، الفيزياء الحديثه. فقال لك انه فشلت الفيزياء التقليديه انه او الفيزياء الموجيه انه فسر لي هي الظاهره انه انا عندي عم يصطدم بالفوتون وعم ينتثر بعدها. اما نظريه الفوتونات يعني انه نظريه جسيميه للاشعاعات حسنت يعني سجمت مع الارقام اللي عم يطلع معه. تمام؟ يعني هو بعد ما طلع هذا القانون يطبق فيه تجارب فعلا نزبط، يعني دائما عم تنسجم التجربه مع العلاقات الرياضيه. ليش عم اقول لك انه انا الفيزياء التقليديه ما زبطت عندي؟ الفيزياء التقليديه شو بتقول لك او الموجيه؟ انه انا ببساطه مثل ما حكيت لك قبل شوي، لما يجي فوتون بيجي الالكترون بيمتص طاقته بيطلع لفوق اخذ تواتره اخذ طاقته قال لك يمر بتواتر معين فيجعل الالكترون يهتز بنفس التواتر، فبيرجع بعد لحظه او بعد فتره معينه بيصدر لي الالكترون نفس الفوتون، نفس الحكي اللي حكيناه قبل شوي، امتصاص واصدار. لا هون عندي ما صار امتصاص واصدار، اذا اعتمد على النظريه الجسيميه للاشعاعات. بعدين تحت هيك عندي كم سطر بالكتاب عم يقول لك، هي رح اكتب لك اياها هيك فوق 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 العظام. بس تسمع او بس تشوف كلمه مفعول كومبتون فورا هشاشه العظام. شو بيفيدني مفعول كومبتون؟ بالكشف عن هشاشه العظام. سؤال دوره مكرر كثير يعني يمكن مرتين ثلاثه. هي بشكل عام يعني خليني اقول لك مفعول كومبتون هي الفقره يعني محبوبه الجماهير، يعني محبوبه الوزاره، يعني دائما اجباري في منك كل سنه سؤال، اولا يعني بسيطه هي سهله يعني بجوز سؤالين يعني واسئلتها يعني فهميه سهله. تمام؟ فيعني كثير بحبوا يجيبوا منها. تمام؟ اهم سؤال كان عندي انه شو بيفيدني كومبتون بهشاشه العظام؟ طيب انا فهمتها خلاص، يعني هلا لحلها سؤال هشاشه العظام، طيب فهمني ليش هشاشه العظام؟ بكل بساطه
العظام هي شو الذره الاساسيه اللي فيها؟ ذره الكالسيوم، هي ذره ثقيله تمام. فعندك قال لك انه اشعه جاما واشعه اكس او اشعه سينيه اللي هو كان تجربته لكومبتون تنتثر عن العظام تمام، لانه ذره ثقيله فبيجي بدق بالالكترون تبعه وبينتثر. طيب في حال خليني اعطيك مثالين تمام. عندي انا زلمه هون، هي اللي اعتبر عظمه انسان ما عندك شاشة عظام سليم 100%. تمام؟ فأنا حطيتها على فيلم بيستقبل الإشعاعات، لما يجي عليها إشعاع إكس الفيلم بيتلون، تمام؟ فهيك حطيت العظمة صورته وبعت إشعة إكس أو إشعة جاما، تمام؟ فالرسم عندي الألم ما طلع عندي أي شيء، هون وصلت، يعني هون ما وصلت عندي إشعة اكس، انتثرت لانه في عندي كالسيوم كان عندي عظمه، هون ما انتثرت وصلت فعطتني لون اسود، هون عطتني لون ابيض لانه ما وصلت. قال لك تتناسب يتناسب عدد الفوتونات المنتثره مع شده الكثافه العظميه، يعني كل ما كان انسان سليم كل ذرات الكالسيوم عنده سليمه 100% فبيزداد عدد الفوتونات المنتثره فبتطلع عندي الصوره صافيه. طيب هذا زلمه سليم. طيب في حال زلمه عنده هشاشة بالعظام تمام، فبحط العظمة تبعيته على فيلم، يعني هي شاشة تستقبل فوتونات، المحل اللي بيصله فوتون بيتلون، اللي ما بيصله فوتون ما بيتلون، حطيت العظمة تمام، صورت عندي العظمة هون كله، يعني ما في شيء، انا حطيت العظمة هون فوصل الفوتونات. لاحظت انا عند الصورة العظمة عبارة عن شبكة، يعني في عندي مناطق فيها كالسيوم نظامي انتثر عن الفوتون طلع عندي بلون ابيض سليمه، مناطق نفذ منها الفوتونات فوتون الاكس او فوتون الاشعه السينيه فاعطاني لون اسود. اذا انا بس اخذ صوره بعرف انه هذا الزلمه عنده هشاشه عظام، اذا مفعول كوكتل بشو بفيدني بهشاشه العظام. هي صارت يعني صارت معك لنهايه الموسم ما تنسى تمام. هلا في عندي مساله كثير مهمه ان كان استنتاجاتها ان كان يعني بيجيبوا لنا اسئله سواء نظري او سواء عملي. انطوني بس ان شاء الله ضيعتكم، رح امسح اللوح وحط المساله ونحلها سوا. هلا بعد ما حكيت على مفعول كومبتون وفهمنا شو هو، عندي مساله حاطينها بالكتاب، مساله جدا مهمه النتائج تبعيتها مهمه، او يعني دائما بيسالوا عنها سواء كان عن نتائجها يعني شيء نظري او عن قوانينها عن الزوايا او الى اخره. عامل لك عندي انا فوتون اشعه سينيه هاط طول الموجه تبعه، اللي عم درس الكتاب بيصوب بالكتاب 3.142 نانومتر. اذا ما عندك تصويبات عم تسال وينهم تحت حاط لك بوصف بوت القناه تبعنا، بتفوت الفصل الاول الفيزياء الطبيه الكتاب وتصويباته فبيطلع لك تصويبات كل الصوت. فهون بتظبطها 140 مو 142، هذا طول الموجه تمام؟ عم يقول لك احسب لي على بعتنا على ذره تربو ما بيهمني ذره شو، بعته على ذره وانتثر. طيب عم يقول لك احسب لي الاطمال الموجيه المنتثره او المنتثره عفوا، احسب لي اطوال موجيه للاشعه المنتثره عند هالثلاث زوايا، لما تكون زاويه الانتثار صفر او زاويه الانتثار 90 او زاويه 180، طبعا درجه الواحده. فورا انا اول شيء القانون عندي اياه، شو القانون؟ طول الموجي للشعاع المنتثر هو طول الموجي الاساسي قبل ما ينتثر زائد طول موجة كومبتون بواحد ناقص كوساين زاوية الانتثار. هذا قانون عندي انا بيشتغل لك. بداية الزاوية صفر، شو كوساين صفر؟ واحد، برافو. واحد ناقص واحد شو؟ صفر. إذا صفر ضرب طول موجة كومبتون صفر زائد هيك، ففورا أنا فورا بدون ما أعوض ولا أي شيء فورا بحط إنه لمدة فتحة صار عندي هي نفسها لمضة، واللي هي نفسها شو؟ 40 نانو متر. تمام؟ أصلاً يعني بدون ما أعوض أنا عم أقول لك زاوية الانتثار صفر، يعني ما في انتثار، يعني ما انتثار ما تغير، يعني ما تغير مساره. تعال أمثل لك إياها، عندي هذا الفوتون جاي بطول الموجي اللي هو 100.140 نانو متر، هذا عندي الإلكترون قاعد بأمان الله هون بالمدار، عم أقول لك زاوية الانتثار صفر، يعني الفوتون المنتثر ضل مثل ما هو زاويه صفر. يعني هون انا اصلا ما صار عندي تصادم بين الفوتون وبين الالكترون، ما صار عندي تصادم تمام.
هلا هذا الطلب الاول. ثاني عنده بده بالزاويه زاويه الاعتثار 90، بروح على القانون كوساين 90 شو؟ صفر. 1 ناقص صفر شو؟ 1. 1 بطول موجه كومبتون زائد طول الموجه الاساسي، اذا هو مجموعه شو مجموعه ببساطه؟ طبعا هو هون بالكتاب عم عوض لك انه عوض لك مو هي اتش، شو كان قانونه مشان الله حافظينه؟ طول موجه كومبتون شو كان قانونه؟ ام 0 اللي هو طول الهي ب اتش على ام 0 بسي، ام 0 هي كتله الالكترون. فبتعرف شو عامل لك؟ معوض لك الالكترون، معوض لك ثابت بلانك، معوض لك سرعه الضوء، قال لك حسب لك اياها. قلت لك فورا بتحفظها شو؟ 0.024 فورا. نانو طبعا بواحد نانو متر، تمام؟ فورا بعوض انا على الاله حسب، بحط 0.024 نانو متر او بدون واحده زائد 0.140 بيطلع معك جواب لون ازرق. طبعا الجواب 0.142 نانو متر تقريبا، تمام؟ لمثل لك هي الحاله، يعني اقول لك انا هون شو صار عندي. الفوتون بطول الموجي، الالكترون قاعد، زاوية الانتثار لك قديش؟ 90. هي زاوية الانتثار او هون او اذا بدي مدد الهي الشعاع، زاوية الانتثار 90. هاي الحالة شو اسمها؟ اسمها انتثار ناظم، يعني الزاوية قائمة، تمام؟ هلا اقول لك زاوية الانتثار قديش؟ 180. 100 كوسين 180 شو ناقص 1؟ صار عندي 1 ناقص ناقص 1، يعني 1 زائد 1 يعني 2. 2 بطول موجة كومبتون زائد، انتبه هون تخربت، يطلع تخربت ضرب. انا فورا يعني كيف تحفظ قانون؟ طول الموجة المنتفى هو نفسه طول الموجة الأساسي، هي الزيادة، بدي ضف له زيادة بطول الموجة اللي هي ضعفي طول موجة كومبتون زائد طول الموجة الأساسي. وبهذا طول موجي للشعاع المنتفى ضعفي موجة كومبتون ضرب 2 ضرب 0.024 وجمع بيطلع معك الجواب الأخير على الآلة الحاسبة 0.0 نانو متر، تمام؟ لمثل لك اياها هون انا شو صار عندي؟ الفوتون كان جاي، الكترون بالمدار قاعد بأمان الله، الفوتون انتثر بزاوية 180 درجة إلا. شو اسمها هي الحالة؟ هون انتثار ناظم، هون شو اسمها؟ انتثار خلفي. تمام؟ هلا هيك رح نكون حلينا المسألة. طيب شو ممكن يجي عليها غير هيك؟ شو أنت كتبت لي قبل شوي إنه بيجي النتائج كثير مهمة. هلا أول شيء هي النتائج، إنه تحفظ كل وحدة شو صار، هون ما صار عندي تصادم، لأنه ما حرف مساره للفوتون. تمام؟ هون 90 درجة إذا ناظمي، انتثار ناظمي، هون 180 انتثار خلفي. طيب بسألك في أي زاوية يحدث أكبر زيادة في الطول الموجي؟ بتقول له بالزاوية 180. شوف زيادة طول الموجي قد إيه؟ ضعفي طول موجة كومبتون. تمام؟ طيب بيقول لك ما اسم الحادثة الذي يحدث عندها أكبر زيادة بطول الموجي؟ انتثار خلفي. تمام؟ متى لا تتغير في اي زاويه؟ لا تتغير، لا يتغير طول الموجي للفوتون المنتفى، الزاويه صفر. خلاص انت فهمت، يعني انت فهمت المساله. هون انا شو زياده بطول موجي؟ طول موجه كومبتون، يعني انا اللي زاد عندي طول موجه كومبتون. اياك تفكر انه هون انا ضعفي موجه كومبتون، فانا بضرب 2 بالعدد اللي عندي او بضرب، يعني عندي عمليه ضرب. انا هي الزياده او اسمها انزياح بالطول الموجي فقط تطبقها على هي، انا هي اللي بعلي فيها، هي كلها ثابته، انا ما هي انا ثابته طول الموجي المنتفى انا بدي احسبه، هذا ثابت يعطيني اياه بالمساله، يعني او ما بلعب فيه انا هذا ابدا، بجمع له اياه للزياده بالطول الموجي. في حال صفر ما عندي ابدا طول موجي، من الصفر لل 90 بيكون في عندي زياده بالطول الموجي، سقف حدا قديش؟ طول الموجه كومبتون، يا اما ما بزيد شيء، ما بنتفق عن زاويه 90، يعني بهذا المجال انا عندي في زياده بالطول الموجي لحد طول موجه كومبتون، اسمها الانزياح بالطول الموجي. اما في حال من ال 90 بكمل المجال انا من 90 ل 180، فبصير عندي زياده بالطول الموجي من عند طول موجه كومبتون لعند ضعفي طول موجه كومبتون. لهيك انا بكون فهمت
المسألة كلها فهمت شو بده منها، فهمت شو عم يصير، كيف الفوتون فات ضرب الالكترون الى اخره. هلا انا اي سؤال بيجي عنا انا انت صار لازم تجاوب على اي سؤال ممكن يجيك، فهمي بصمي نظري ايا كان صار لازم تعرف تجاوب عليه. هيك انا بكون خلصت على مفعول كومبتون، صار هو والمفعول الكهربائي صاروا بياكدوا لي النظريه الجسيميه للاشعاع او نظريه الفوتونات، اكدوا لي اياها لانه عم يصير عندي اصطدام او تصادم بين الفوتون و الالكترون، ولكن الفرق انه بالكهربائي عم تكون طاقه الفوتون اكبر او بشرط انه تكون طاقته الفوتون اكبر او تساوي طاقه التأيون، فعم يطلع الفوتون الالكترون من الذره، الفوتون عم يروح يعني خلاص خلصت طاقته امتص، قالوا لك الالكترون امتص طاقه الفوتون واقتلع خارج الذره. اما بمفعول كومبتون طلع عندي الالكترون والفوتون ضل موجود ولكن انحرف مساره بمعنى انتثر، تمام؟ هيك بكون احنا انهينا مفعول كومبتون. هلا بالفقره الجاي بدي اشرح النظريه او الطبيعه الموجيه الجسيميه للجسيمات الماديه وليس للاشعاع. هلا رح نشوف كيف.